اعتقد لحظات تاريخيه وفارقه في تاريخ نادي الزمالك، ولكن خلينا نطير مره اخرى لميت عقبه مع الزميله العزيزه علا القائد. علا يلا اليك الكلمه. أكيد يا أحمد، طبعا بكمل على كلامك. لحظات تاريخية، لحظات من أجمل لحظات نادي الزمالك، عرس تاريخي وانتخابات رائعة لنادي الزمالك. لكن معانا النهاردة مش هنقول ضيف، لأنه واحد من أهم مؤسسين نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك الأسبق الدكتور كمال درويش وعميد كلية التربية الرياضية، موجود معانا هنا في المركز الإعلامي. برحب بيك وصباح الخير عليك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك وصباح الخير، إن شاء الله يكون يوم جميل وينتهي على كل خير بإذن الله. حضرتك جاي من بدري كالعادة، واقف قدام الصندوق، يعني مثلك مثل أي حد، لكن طبعا حضرتك مش زي أي حد عندنا، مش زي أي حد لتاريخ نادي الزمالك، لكن في التزام كامل، في التزام في البدري، ملتزم إن حضرتك يكون ليك كلمة لانتخابات نادي الزمالك. شوف حضرتك، الحقيقة الانتخابات دي الحمد لله يعني مدخلها النهاردة مختلف عن أي مدخل من فترة طويلة، يعني انتخابات هادئة، الناس في نظام محترم، كل واحد عارف طريقه، تنظيم ممتاز، وفي نفس الوقت الناس بتعرض نفسها للمرشحين بشكل جميل ومحترم، وفي نوع من أنواع الصداقة والزمالة، وده شيء يعني طيب. وأنا الحقيقة يعني في هذه الفترة اللي دخلت فيها لقيت كل الأمور ماشية بسهولة جداً، مفيش مشاكل، والدنيا هادية، مفيش حد بيوجه حد، يعني الأمور طبيعية جدا. لسه كنا هنتكلم ان مفيش مشاحنات، الدنيا هادية بره، على يعني الحمد لله تمام. وحضرتك طبعا تابعت العملية الانتخابية ودكتور عماد البياني ومجهوداته داخل نادي الزمالك. واضحة يعني فعلا تعليماته واضحة، وهو متواجد يعني كمان تحت الأرض، شايف الدنيا بنفسه، يعني حاجة جميلة يعني. هو كمان كمل مهمته الحمد لله على نجاح، وربنا يوفق ان شاء الله ويولي الاصلح باذن الله. كلمه بقى لجماهير نادي الزمالك، كلمه من حضرتك دكتور كمال درويش، يوجه كلمه لجماهير نادي الزمالك، يقول لهم ايه؟ شوفوا انا يعني لو كان اسمحوا لي ان انا اوجه كلمه للجماهير، انا بقول لهم هذه الانتخابات الحقيقه من فتره طويله ما عشناهاش بشكل هذا الهدوء وبهذا التآخي ما بين المرشحين، وده شيء جميل، وفي نفس الوقت ايضا شيء ينتظر في المستقبل منه ان الناس تتعاون، يعني اللي لم يوفق في الانتخابات يتعاون مع المجلس صحيح. اللي الناس الجمعيه العموميه تنتخبه ويدخلوا في اللجان اللي هتشكل، وطبعا اللجان دي هي زي بالظبط مجالس الاداره، يعني هو مجلس الاداره عباره عن انه يتحمل المسؤوليه، لكن اللي بيساعد واللي بيساند كانه عضو في مجلس الاداره، وهو الواحد حتى اللي بقى رئيس نادي معناه ان هو في الاصل عضو في النادي، يعني معناه يعني في ناس كتير تفتكر انا بقيت رئيس نادي الزمالك بقيت انا احسن واحد في الدنيا، لا، في ناس كتير من الزمالك في مراكز مرموقه ولهم باع طويل، وهتلاقيهم النهارده موجودين بيدلوا بصوتهم وبينطقوا مين اللي يمثلهم، لكن مش معنى ان هم خارج النادي ان هم بعيد عن النادي، لكن هم واللي عاش جوه النادي عارف ان في قامات كبيره جدا لم تتولى مسؤوليه النادي، لكن كانت العون والسند في اثناء قيامنا بهذه المسؤوليه. دكتور كمال، توجيهك بقى الكلمه للمرشحين اجمع بصرف النظر بقى عن الرئيس او النادي، خصوصا ان كرسي نادي الزمالك دلوقتي بقى عليه مسؤوليه كبيره، مش كرسي سهل، مش كرسي زي ما اقول المنظره، لا، كرسي يعني تحتيه مسؤوليات كبيره قوي واحلام جماهير عريضه، مش في مصر كمان، في الوطن العربي كله. الوطن العربي وفي العالم. وفي العالم. العالم كله. مليان روابط للمشجعين واعضاء لنادي الزمالك. انا بقول للاخوه الاعزاء الاعضاء، اعضاء نادي الزمالك المحترم، ان نادي الزمالك امانه في رقبتكم، اختاروا جيد، ابعدوا عن المجاملات، فكروا مين يقدر يخدم النادي في هذه الفتره. هذه الفترة فيها مشاكل كتير عاوزة تتحل، يعني عاوزة الناس اللي داخلة تحل المشاكل وتدير بشكل اقتصادي يتناسب مع الدخل، يعني ما ينفعش افتح قوي وبعدين اتداين، ما ينفعش استدين ويبقى عليا قرض، كل الحاجات دي لازم تنتهي، يعني لان يعني نادي الزمالك كبير بولاده وبابنائه، وبالتالي في مجموعات كويسة وداخلة مستعدة، وفي ناس داخلة
يعني ما هياش عارفة الموقف. وأنا يعني في ناس سألوني إن يدخلوا الترشيحات، قلت لهم لازم الأول تعرف الموقف قبل ما تدخل، لأنك هتدخل هتحط إيديك على جنبك وتطلب المعونة. لا ما ينفعش، اللي داخل لازم داخل بخطة متكاملة يقدر بيها إن هو بسرعة يرجع النادي لكيانه. دي أهم حاجة، وأنا بتمنى التوفيق للجميع، وربنا يعين أي مجموعة متساندة تقدر تمشي وتدير نادي الزمالك وترجعه تاني للبطولات ولمكانته الحقيقية العربية والأفريقية والمحلية. أشكرك جدا يا دكتور كمال، أشوفك هنا داخل قناتنا بيتك، قناة نادي الزمالك. طبعا أنا سعيد جدا بالتواجد معاكم، وربنا يوفق النهاردة يوم جميل ويعدي على خير، وربنا يولي الاصلح ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، بشكرك جدا يا دكتور. طبعا احنا ناخد من كلام دكتور كمال درويش، اي حد طبعا موجود مع احترامنا لكل المرشحين لازم يبقى عارف ان في حل المشكلات قبل تحقيق الاحلام، دي مهمه جدا ورساله مهمه جدا من دكتور كمال درويش، بالتاكيد يا احمد عوده ليه مره اخرى.